زلزال تركيا وسوريا لم يكن مدمرا للبشر والبناء فقط، بل قد تسبب بتدمير شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات. فلو أجريت الانتخابات التركية قبل عام من الآن أو قبل الزلزال المدمر لكانت فرصة فوز أردوغان مجددا بالرئاسة أكبر، لكن الوضع تغير الآن وفقا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، وأخذت شهادة 30 ناجيا من الزلزال في كهرمان مرعش وأديامان وغازي عنتاب، تشير إلى تحول في الولاء حتى بين من كانوا ذات يوم متعصبين في تأييدهم لأردوغان، الذي يدرك مشاهدينا بشكل متزايد أنه لا يمكن أن يضمن الأصوات التي كانت مؤيدة له سابقا، إذ يتحدث مسؤولون عن تسريع خطط إعادة البناء قبل الانتخابات المقررة في مايو أيار، والتي قد تكون الأصعب خلال أكثر من عقدين لأردوغان في السلطة. تراجع شعبية أردوغان لا يعني ارتفاع أسهم المعارضة، فبحسب رويترز فإن غالبية المستطلعين يرون أنه لا تفاؤل بالمعارضة وأنهم ليسوا بأفضل حال من أردوغان وحزب العدالة والتنمية وفقا للاستطلاع طبعا، كما أن مسؤولون وسياسيون أتراك يرون في الوقت نفسه أن الوقت ليس مناسبا لإجراء انتخابات رئاسية في تركيا بموعدها، لأن الناس متضررة وما زالت تتألم بعد الزلزال.